هل أذكار الصباح والمساء تحمي من كل مكروه أيا كان؟ وهل الدعاء يغير القدر أم لا؟ أما الجزء الأول من السؤال فإن أذكار الصباح والمساء لا تحمي من كل مكروه، فالنبي صلى الله عليه وسلم محفوظ بحفظ الله ويذكر أوراده، ومع ذلك أصيب بالسحر عليه الصلاة والسلام، أصيب بالمرض، ولكن هذه الأذكار حروز من الله جل وعلا، فقد يريد الله أن يبتلي عبده لينظر ما يصنع. هذا بالنسبة للقسم الأول من السؤال. ما القسم الثاني؟ سلمك الله. يقول الدعاء هل يغير القدر؟ جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فقوله لا يرد القدر إلا الدعاء، القدر قدران، قدر مبرم محتوم، كطلوع الشمس من المشرق، وكجعلك إنسانا لم يجعلك الله حيوانا أو طائرا، فإنه إذا كان كذلك فإن الدعاء لا يرد هذا القدر المبرم المحتوم أبدا. لو قال اللهم اقلبني إلى الصقر، أو أظهر الشمس من الشمال، فإن الله لا يستجيب له، لأن هذا يتعارض مع القدر المبرم. وأما القدر المعلق بالأسباب، وهذا القسم الثاني من القدر، فإن الدعاء من أعظم أسباب حصوله، ومن دلائله وشواهده انتصار المسلمين في غزوة بدر، فإن من أعظم أسبابها دعاء نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا الدعاء يرد القدر إذا كان القدر معلقا بأسبابه، والله أعلم.